أول أحب أشكر طبعاً سيادة الوزراء السيد مصطفى مدبولي ووزير الشباب والرياضة السيد الدكتور أشرف صبحي. بجد الواحد فخور بموجود في حدث عظيم زي ده، معرض رياضي للسياحة والرياضة في مصر زي أوروبا في سوبر إكس، فدي حاجة تشرف أي واحد. أحب طبعاً أتكلم عن كابتن حازم إمام وكابتن أحمد حسن، ناس من أعظم اللعيبة في مصر في الكورة. كلامهم كان كله كويس جداً ويقول الناس كتيرة من اللعيبة كتيرة عارفين إن إحنا بنعدي على حاجات كتيرة جداً عشان توصل وتحقق وتبقى لعيب كويس. فأنا أحب بس أتكلم عن والدي الله يرحمه، كان هو أكبر سند ليا طول حياتي. ففي أول فترة أنا أول لما كنت في التدريب كلموني في النادي قالوا لي إن شقتي اتحرقت، فرجعت لقيت كل حاجة اتحرقت. يمكن الموقف ده ما حكيتوش لحد قبل كده. كلمت والدي قلت له بابا الموضوع صعب انا عايز ارجع بلدي. والدي سافر على طول اول طياره كان جايب لي لبس وقال لي يا ابني مفيش حاجه في الدنيا بتيجي بالسهل، الموقف اللي حصل ده هيقويك ويخليك انشف وانضج للمستقبل، بس انا عايز اطلب منك طلب. قال لي انا عايز اطلب منك طلب، عايزك تشرفني قدام بلدي واهلي، ترجعش مصر وانت مشرف. النهارده انا تاني هداف مصر في اوروبا بعد محمد صلاح. النهارده حققت 4 بطولات في اوروبا من غير والدي سبحان الله، يعني من غير والدي ربنا سبحانه وتعالى ثم والدي. عمري في حياتي ما اكون واقف قدام يعني اكتر من شخصيات مهمه في بلدنا وكون مكرم من بلدي وام الدنيا، فالف شكر لوجودي هنا معاكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ان شاء الله اللي جاي احسن للكره المصريه والرياضه المصريه. شكرا.